أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم من تلفزيون جيبوتي، وكالعادة نستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية رئيس الحكومة يترأس الجلسة الثانية للوزراء صباح اليوم. وزير الصحة يعقد اجتماع شارك العديد من الوزراء. كانت تلك أبرز العناوين، وفي التفاصيل برعاية رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيلي عقد مجلس الوزراء صباح اليوم في قصر الرئاسي الجلسة الثانية لعام 2018. وخلال الجلسة ناقش الوزراء العديد من المشاريع القانونية المندرجة في جدول أعمال هذه الجلسة. وكالمعتاد علق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف على أبرز ما جاء خلال هذه الجلسة. يوسف إلى أن المجلس ناقش مطولا من النصوص التالية قبل المصادقة عليها: مشروع قانون متعلق بإعادة تنظيم وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري، ويكتسي هذا المشروع القانوني أهمية خاصة ويأتي تبنيه تحقيقا لمضمون المرسوم الذي يحدد صلاحيات هذه الدائرة الوزارية. وكان المشروع القانون السابق يتضمن إدخال تعديلات فيما يتعلق بالتأهيل المهني والذي تطلع به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ويجمع الهيكل الجديد لوزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري مجالات ومحاور التدخل لهذه الوزارة في حدود 5 إدارات، فيما كان الهيكل الإداري السابق يتألف من 3 إدارات. وقد تم بمقتضى المشروع القانوني الجديد توسيع دور الإدارة العامة تلبية للمطالب ذات الصلة للإدارة المركزية لملفات موظفي الدولة. ويأخذ المشروع أيضا بعين الاعتبار إعادة النظر في العديد من الأقسام المركزية من قبل مفتشية العمل. وفي إطار السياسة اللامركزية التي التزمت بها الحكومة، تم إنشاء إدارة لشؤون الإدارة والمالية لمتابعة الميزانية والموارد البشرية، كما تم إنشاء إدارة تعنى بالدراسات والتخطيط بمقتضى المشروع القانوني المذكور. وفي غضون هذه الجلسة صادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانوني يتعلق بالتصديق على مدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين. ومن الضروري أن يمثل الموظف العمومي والذي يقدم خدمة للسكان بقيم المهنية والكفاءات والالتزام والإخلاص والاندماج إلى جانب القيم الأخلاقية والسمعة الطيبة. وعلى الموظفين أيضا أن يؤدوا الواجب المقاتي على عاتقهم والتفاني في خدمة المجتمع على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلب مهنتهم، وتأتي هذه الخطوط استجابة للمطالب الجديدة فيما يتعلق بالخدمات العامة للمواطنين واعتماد الأنظمة الحديثة ومدونة سلوك الموظفين. كما يحتم هذا المشروع القانوني إدارة الخدمة العامة أن تضلع بدور حيوي وتهيئة الأجواء الملائمة والظروف المناسبة فيما يتعلق بمهامها الضروري للدفاع عن المصالح العامة وترقية التنمية البشرية المستدامة، ما من شأنه تلبية احتياجات السكان والتي تتصدر اهتمامات الدولة. وقد تطلب كل ذلك كله اعتماد جملة من المبادئ ومدونة قواعد سلوك الموظفين الدولة لضمان جودة الخدمات المقدمة للسكان. علق وزير الشؤون الخارجية الناطق الرسمي باسم الحكومة بأنه تم مصادقة العديد من مشاريع مرسوم ومشاريع قانونية خلال هذه الجلسة. ما هي تلك المشاريع المرسوم وما هي تلك المشاريع القانونية؟ نعم، أشار معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى أن مجلس الوزراء ناقش أيضا مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء مكتب التوثيق. تمكنت السيدة الشفيقة عبد القادر عبد الرحمن من الإيفاء بالشروط اللازمة لممارسة مهنة التوثيق، علما بأنها حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة والقانون والاقتصاد والتنمية. كما صادق مجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على ممارسة سيد سليمان برقد عبد الله الحاصل على شهادة في مجال القانون مهنة المحاماة إثر إيفائه بكافة الشروط الموضوعة لذلك. نعم. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجوتية لإدارة الطاقة للعام 2018، والتي تصل إلى نحو 31 مليون فرنك في الإنتاج والنفقات، وتصل استثمارات الوكالة في العام
حالي إلى نحو 46 مليون فرنك. وفي ختام الجلسة قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تقريرا لمجلس الوزراء حول الزيارة الرسمية لرئيس سوماليلاند السيد موسى بيه عبدي إلى جيبوتي في الفترة من 6 حتى 8 من يناير الجاري. شكرا خضر. ونتابع ما تبقى من نشراتنا. برئاسة رئيس مجلس النواب السيد محمد علي حمد عقد رؤساء اللجان البرلمانيين اجتماعا مهما حول مناقشة مشاريع قوانين مختلفة وذلك في مقر مجلس النواب. ومثل الحكومة في هذه الجلسة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد ووزير الدفاع مكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد علي حسن بهضون إضافة إلى عديد من الوزراء ورؤساء اللجان ونائب رئيس مجلس النواب ومدير مكتب رئيس مجلس النواب. وخلال هذه الجلسة نوقش مشروع قانون 219 لتعديل مشروع 292 المتعلق حول نظام العمل الإداري. وخلال هذه الجلسة أشاد رئيس مجلس النواب بدور رئيس الجمهورية حول دعم وتشجيع المرأة للمشاركة في كافة المجالات لا سيما مشاركتها المرأة لتصبح عضوا فعالا في مجلس النواب. وفي سياق متصل برئاسة النائب علي سوبان عتية عقدت اللجنة التشريعية والإدارة العامة صباح اليوم اجتماعا مهما أيضا للمناقشة حول مشروع قانون 219 لتعديل مشروع 209 المتعلق حول النظام المكلف الإداري. وجرى هذا الاجتماع بحضور معالي وزير الداخلية السيد حسن عمر محمد ووزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد علي حسن بهدون. وخلال هذه الجلسة تمت المناقشة حول تعديل تلك المشاريع القانون. نظم اليوم في المحكمة جلستها القضائية السنوية للعام 2018 ويوضح إذن خلال هذه الجلسة ببدء الجلسات القضائية للعام 2018 عبر تنظيم جلسة لموظفي المحكمة الابتدائية. وقدم كل من رئيس ونائب العام حول الإنجازات المحكمة خلال العام. وشارك في هذه المناسبة العديد من المسؤولين على رأسهم وزير العدل ومصلحة السجون السيد مؤمن أحمد شيخ ووكيل الجمهورية السيد جامع صولي ورئيس مكتب الجمهورية للمحاماة ومختلف المحامين. وسجلت المحكمة الاستئنافية حوالي 396 ملف وصدر 452 حكم في العام المنصرم 2017. وفي مداخلة له في هذه المناسبة أشار وزير العدل السيد مؤمن أحمد شيخ أهمية هذه المناسبة خاصة الجلسات القضائية للعام 2018 عبر تنظيم إذن جلسات منتظمة لموظفي المحكمة الابتدائية. وحث الوزير الموظفين إلى مواصلة جهودهم في الأعمال المنوطة بهم وأداء الواجب الملقى على عاتقهم مضيفا إلى دور المحامين وعمل القضاء. وقدم تهاني بمناسبة حلول العام الجديد 2018 وأشار إلى أهمية مواصلة المشوار في العمل وقيام بمهامهم بكل تفاني وإذا تقديم العمل بشكل يتسم بالعدالة. ترأس معالي وزير الصحة دكتور جامع المعوكية حلقة عمل لتحقق من صحة الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمنع سوء التغذية في البلاد وذلك في قاعة الاجتماعات في قصر الشعب. وشارك في هذا الاجتماع وزير الصحة إضافة إلى وزير الأعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد عبد يوسف سوقي ووزير الزراعة السيد محمد أحمد عوالي وأمينة الدولة للشؤون الاجتماعية السيدة منى عثمان. ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة وتبادل الآراء حول سبل مكافحة سوء التغذية في بلادنا والأقاليم الداخلية. وحضر في افتتاح هذه الورشة ممثل البنك الدولي في جيبوتي السيد أتو سيك. وفي مداخلة له في هذه المناسبة أكد ممثل البنك الدولي استعداده التام من قبل البنك الدولي لدعم ومواكبة الاستراتيجية لمكافحة سوء التغذية في بلادنا. وجمعت هذه الورشة منتسبي وزارة الصحة ورؤساء المراكز الصحية التابعة المتواجدة في المناطق الداخلية المختلفة.
وفي مداخلة له أشار وزير الزراعة إلى أهمية هذه المناسبة التي تندرج في إطار مكافحة سوء التغذية عبر تقديم برنامج وطني لدعم التغذية في بلادنا، والذي يهدف إلى تقديم عروض واستراتيجيات حقيقية للوقاية ومكافحة سوء التغذية. وفي كلمة لها في هذه المناسبة أشارت أيضا أمينة الدولة الاجتماعية حول ضرورة تقديم وتنظيم برامج كفيلة لمواجهة ومحاربة سوء التغذية في بلادنا عبر تنظيم قافلات طبية وبرنامج برنامج اجتماعية تدعم الأسر ذوي الدرجات أو الدخل المحدود لأجل مواجهة هذه الظاهرة خاصة في صفوف الأطفال. في كلمة له في هذه المناسبة حث وزير الصحة دكتور جامع المعوكية المشاركين على إجراء تحليل شامل لوضع استراتيجية شاملة في مجال سوء التغذية، وأيضا مراعاة الإطار المحدد للبلادنا من أجل تركيز جميع الأولويات التي من شأنها مواجهة هذه الظاهرة عبر تقديم استراتيجيات واقعة وحقيقية لمحاربة هذه الظاهرة. نظم اليوم في غرفة التجارة ورشة لتدريب الشباب المقاولين، والهدف من هذه الورشة تعزيز قدرات الشباب المقاولين لإخراطهم في سوق العمل. وشارك في هذه المناسبة رئيس غرفة التجارة السيد يوسف موسى دوالي ونائب رئيس غرفة التجارة في باريس، إضافة إلى مشاركة من قبل سفير الفرنسي في جيبوتي السيد كريستوف. وشهدت هذه المناسبة توقيع اتفاقية بين الأطراف المشاركة لهذه الورشة. وفي كلمة لرئيس غرفة التجارة الفرنسي أشار فيه إلى أن فرنسا دولة لديها باع طويل في مجال تجاري ومكتسبات كبيرة باعتبارها من القوات العظمى، وتربطها بجيبوتي علاقات صداقة عميقة خاصة. وستعزز هذه الورشة التعاون الثنائي بين البلدين. من جانبه أشار سفير جيبوتي أهمية هذه المناسبة لما لها من فوائد لتعزيز كفاءات ومكتسبات الشباب المقاولين لإنشاء مؤسساتهم. من جانبه أوضح رئيس غرفة التجارة الجيبوتي أهمية تدريب الشباب المقاولين والاستفادة من هذه الورشات لتعزيز قدراتهم حتى ينخرطوا في سوق العمل ويكونوا قادرين لإنشاء وتأسيس مؤسساتهم وبالتالي خلق فرص العمل. فإن هذه الورشة ستمنح تلك الشباب المقاولين الجيبوتيين من اكتساب مهارات وقدرات المقاولات وغرف التجارية الفرنسية خاصة، وأن لهم مكتسبات وخبرات في مجال التجارة. برعاية أمانة الدولة للشباب والرياضة عقد اجتماع هام يوم أمس في مركز حاجي جديدة للتنمية المجتمعية، وذلك حول الحوار الوطني مع الشباب. وشارك في هذا الاجتماع العديد من الشباب المنحدرين خاصة الحي الأول والثاني، وأعضاء هذه اللجنة وعدد شخصيات مهمة منها مستشار الرئيس السيد علي محمد داتو الذي شارك في هذه المناسبة، إضافة إلى مشاركة مستشارة الفنية لأمانة الدولة للشباب والرياضة السيدة ضياقة علي إدلي، إضافة إلى عدد من منتسبي أمانة الدولة للشباب والرياضة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات التي تجرى في مراكز التنمية المجتمعية والمدارس الواقعة في البلديات العاصمة والمناطق الداخلية استعدادا للحوار الوطني بين رئيس الجمهورية والشباب، من المرتقب أن يعقد في الأيام القادمة. شارك وفد جيبوتي بقيادة مدير التنفيذي للخطوط الجوية الجيبوتية السيد عبد الرحمن علي مناسبة افتتاح مطار جروي العام التابع لعاصمة بوتلاند.
وتندرج هذه المناسبة في إطار تحسين التبادل التجاري بين جيبوتي وبوتلاند عبر تعزيز مضاعفة رحلات الجوية، وقام بتمويل وبناء هذا المطار من قبل رجال أعمال أتراك. وشارك في هذه المناسبة السلطات المحلية لإقليم بوتلاند والتي سمحت للمشاركين تبادل الآراء والنقاش خلال هذه المناسبة حول دور وأهمية هذا المطار لافتتاح على إقليم وتعزيز مكانتها في القرن الإفريقي. ومثل حكومة في هذه المناسبة مدير تنفيذي لشركة خطوط الجوية الجيبوتية، وأشاد مدير التنفيذي بدور هذا المطار لما يمثله من مكانة ودور فعال خاصة للتبادل الملاحة الجوية والتجارة بين جيبوتي وبوتلاند. وحضر هذه المناسبة رئيس الصومالية الفيدرالية وعديد من المسؤولين في إقليم بوتلاند. قام مدير العام للخطوط الجوية الجيبوتية بزيارة إلى جروي عاصمة بوتلاند لافتتاح وكالة تابعة للخطوط الجوية الجيبوتية لبدء رحلاتها إلى جروي 4 مرات في الأسبوع. وتقع الوكالة في قلب العاصمة، ومن المقرر أن تفتح الخطوط الجوية الجيبوتية وكالات ممثلة في العديد من البلدان خاصة في السودان ومصر واليمن خلال الشهر القادم. وتبدأ الخطوط الجوية للشحن لجروي. وترأس هذه المناسبة مدير العام للخطوط الجوية حفل تدشين الوكالة الطيران برفقة العديد من المسؤولين الذين شاركوا هذه المناسبة، من بينهم وزير التجارة والملاحة الجوية في بوتلاند. تجدر الإشارة إلى أن توسيع نطاق الرحلات للخطوط الجوية في عديد من البلدان في الإقليم سيعزز مكانة جيبوتي الاستراتيجي لجعلها مركز ومحور رئيسي في القارة. تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أحمد حمد قاسم الذي وافته المنية الليلة الماضية، وهو من مواليد عام 1945، وهو متقاعد من القوات العسكرية ووالد المذيعة للنشرات العفرية سعادة أحمد. وبهذا المصاب الجلل تبعث كافة منتسبي هيئة الإذاعة والتلفزيون الجيبوتي أحر التعازي إلى عائلة الفقيد، سائلين بأن يتغمد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وننتقل إلى الساحة الدولية، وينضم معي في الاستوديو عبد القادر. مساء الخير عبد القادر. مساء الخير. إذن عبد القادر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى بين إذن 26 حتى 28 من شهر مارس المقبل. نعم، كما أوضحت أو أوضحت في بيان أن التصويت الخارجي للبلاد سيبدأ الجمعة 16 مارس ولمدة 3 أيام. وأضافت أن هذه اللجنة الانتخابات في داخل البلاد تبدأ الاثنين 26 من مارس ولمدة 3 أيام أيضا. وكان رئيس المجلس النواب المصري عابدي عبد العال أول من أكد إجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده في شهر مارس المقبل نافيا تعديل مواد بالدستور. وأوضح عبد العال في تصريحات صحفية سابقة أن الانتخابات الرئاسية ستعقد مارس المقبل تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية. وأضاف رئيس مجلس النواب المصري لا يوجد هناك تعديل في مواد الدستور. وسبق لرئيس المصري أن دعا المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة معتبرا أنها تحدد مصير مصر، كما حذر من أن عدم من المشاركة قد يأتي بشخص لا يرقب فيه المصريون. وتولى سيسي الحكم في 8 يونيو عام 2014 لولاية مدتها 4 سنوات. وأعلن رئيس المصري السابق أحمد الشفيق أو عفوا رئيس الوزراء المصري السابق أحمد الشفيق تراجعه عن قرار سابق بترشح للانتخابات الرئاسية، معلنا بشكل رسمي عدم خوض الانتخابات المقبلة. وجاء إعلان شفيق وهو المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عام 2012 قبل ساعات من إعلان الجدول الزمني للانتخابات، ولم يعلن مرشحون رئيسيون محتملون عن موقفهم من خوض الرئاسيات في عام 2018. شكرا عبد القادر. بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نشكركم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.